ينفعش ان انا ابيع اللعيبه اللي هي الوحيده اللي ممكن تعمل لي شكل. انت اكيد وكل الناس متابعه، من غير عبد الرحمن مجدي ومن غير عمر الساعي فين الاسماعيلي؟ مفيش فرقه اصلا. فالموضوع هيبقى صعب. وبعدين انت لو بعت هتعرف تعوض؟ انت لو بعت يا دوبك تفتح القيد. طب يعني هتعوض منين؟ هتضطر انك تجيب اللعيبه اللي انديتها سايباها فري. كابتن ايهاب بصراحه الراجل عمل اللي عليه، هو لاعب لعيبه ما كانتش بتلعب اصلا، احنا لعيب الملاعبين او احنا بايعين اياد وحتى ياو كمان، اللعيبه دي ما كانتش بتشارك اصلا السنه اللي فاتت. كابتن ايهاب بصراحه راجل عمل اللي عليه الفتره اللي فاتت واجتهد في ظروف صعبه جدا، وانا عارف هو عمل ايه حاجات كتير انا لسه هتكلم فيها في استفاضه بعد كده. في امور كتير غلط هو وقفها وهو اللي منعها وهو اللي رفضها. المفترض ان لو عدم اكتمالها يبقى عدم صحه اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه طبقا للائحه والماده 42، لان ما فيش حاجه زي ما بيشاع يعني يتم تفويض مجلس الاداره ده في الجمعيه العموميه العاديه، لكن دي جمعيه عموميه غير عاديه. يعني لو الكلام ده صح يبقى معنى كده ان الجمعيه العموميه غير العاديه دي لو ما اكتملتش ندعي لتغيير اللائحه، وبالتالي مجلس الاداره بقى يغير في اللائحه والناس قاعده في البيت. لا يعني انا في الاول في الاخر ملتزم باللائحه، فعندي اللجنه الاولمبيه وعندي ادوات قانونيه هي اللي هستخدمها ان شاء الله باذن الله. احنا موجودين دلوقتي حتى زي ما انت حضرتك ملاحظة الاعلام موجود نتيجة الشفافية التامة، احنا لسنا مع ولسنا ضد. بدأنا عملية فتح اللجان من الساعة 9 الصبح، هم 4 لجان ب 3970 عضو مسددين، معانا اشراف قضائي داخل اللجان، مانعين عمليه ان عشان عمليه التنظيم الدخول من باب وان الطريقه والخروج من باب. النهارده بعون الله يعني السيطره على الموقف موجوده زي ما انت حضرتك شايفه كوضع الفريق الاول. اكيد طبعا على مر سنوات متفاوته وبعيد جدا جدا، احنا انا اتربيت على ان النادي الاسماعيلي هو القطب الثالث للكره المصريه، اهلي الزمالك اسماعيلي اسماعيلي اهلي الزمالك، وده الكلمه دي بقولها وما زلت بقولها. يعني الوضع صعب جدا جدا على اي مجلس اداره على اي جهاز فني، فبالتالي تسال خلينا الماتش بقى بعيد عن اي حاجه عن المسؤوليات عن الكلام ده كله. انا مش مع بيع اي لعيب، انا تملي مع لعيبه تبقى اولاد اسماعيليه، وعندنا مجموعه الحمد لله رب العالمين قعدت 3 4 سنين اشتغل عليها والحمد لله رب العالمين يعني نتائجها ظهرت في الفتره الاخيره. ايهاب جلال صديق محبب ليا مع كابتن عماد سليمان زميل ملعب وصديق محبب ليا، فبالتالي استمريته من عدمه مش قراري اكيد طبعا يعني، لكن اتمنى باذن الله تعالى اولا واخيرا النادي الاسماعيلي يرجع ازاي؟ محتاج جهد الدنيا كلها يعني الجمهور اولا واخيرا، وهو الوحيد القائم بعمله بامانه مش مجامله، انا واحد منهم. فبالتالي مجلس الاداره عليه مسؤوليه كبيره جدا 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 وصعبه جدا جدا، اتمنى التوفيق فيها باذن الله تعالى.